رحب بسيدنا إيهاب سليمان وعائلته الكريمة، منورين. ها النهاردة اللي علها اليوم ليلة إن شاء الله أول العشر الأواخر إن شاء الله. طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنحن الليلة في محطتنا السابعة من رحلتنا الإيمانية مع الإيمان. إحنا كنا بنتكلم عن الإيمان أو الدين الإسلامي هو زي مبنى. هذا المبنى يتكون من ثلاث طوابق: الدور الأول الإسلام، الدور الثاني الإيمان، الدور الثالث الإحسان. وقلنا إن إحنا سنتبع كلمة الإيمان في القرآن، وإحنا توقفنا مع النداء يا أيها الذين آمنوا. كل ما نجد يا أيها الذين آمنوا في القرآن سيأتي بعدها أمر من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر إما أن إحنا نطلع من الدور الأول للدور الثاني، يعني نحاول نوصل لهذا المستوى، هو مستوى الإيمان، أو أن أنت تكون في الدور الثاني وتزيد هذا الإيمان حتى تصل إلى مرتبة الإحسان. فاليوم إن شاء الله إحنا آخر مرة تكلمنا عن الذكر، أن يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأفضل ذكر وأعظم ذكر علمه الله سبحانه وتعالى للمسلمين هو الصلاة. فالنداء السادس علينا اليوم إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإن شاء الله نتكلم عن، طبعا عندنا هنا الصبر والصلاة، بس هنتكلم أكثر عن الصلاة، لكن إن شاء الله نتكلم في مرة قادمة عن الصبر. عندنا أخطر حديث في موضوع الصلاة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مش هنخش في الخلاف بين العلماء، اللي كفر جحود يكفر، واللي ترك الصلاة يعني جحودا وإنكارا لها يكفر، واللي تركها كسلا وهو مسلم ولكن فاسق وعاصي ونذكره ونصبر عليه وكذا، ده كله كلام العلماء. احنا بنتكلم في ان احنا هذا الحديث لما نسمعه نخاف، بدون الدخول في تفاصيل الكفر ولا الفسوق، ان النبي صلى الله عليه وسلم كونه يتكلم بهذه اللهجة وهذا الاسلوب يبقى كده الصلاة دي شيء خطير. هنا الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة. فده هذا اخطر امر او اخطر حديث في موضوع الصلاة. فالذين يتهاونون بالصلاة يتذكروا دائما هذا الحديث، ان احنا بيننا وبين الكفر ترك الصلاة. تمام. النبي عليه السلام في أحاديث كثيرة ذكرها عليه الصلاة والسلام. ففي يوم ذكر له الصلاة عليه الصلاة والسلام وجلس مع أصحابه، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اللي حافظ على الصلاة تبقى عنده نور وتنجيه، يعني هتخليه ينجو من عذاب يوم القيامة، وبرهان دليل وحجة له. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة اللي ما بيصليش هيكون مع مين؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فالإنسان يختار، عايز يكون مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولا مع ولا مع فرعون وقارون وهامان. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد قاب وخسر. أول حاجة سنسأل عنها يوم القيامة هو هي الصلاة. ولما توزن الموازين أول شيء نتحاسب عليه الصلاة. فاللي بيعدي من هذا السؤال يبقى الباقي أسهل، واللي بيتزنق أو يخسر في هذا السؤال فهو خسران خلاص. تمام. فلذلك الإنسان دايما يحافظ على على الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن انتقص من فريضته قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع. فلو يعني مثلا لو الواحد جاب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي شوية حاجات ناقصة من الصلاة، نشوف ربنا يسأل الملائكة هل عنده تطوع، صلى نوافل، صلى سنن، فيكمل بها من تقص من من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فالنوافل بتكمل الفرض، فالإنسان دايما يحرص على على صلوات النوافل والسنن.
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فإحنا نحافظ على أقل حاجة 12 ركعة سنة في اليوم والليلة. طيب حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن مسعود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أحب إلى الله؟ رب سبحانه وتعالى إيه أكتر عمل بيحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على وقتها. نصلي، في أسهل من كده؟ يعني إحنا بنصلي عشان الناس بس فاكرة أن الصلاة دي ثقيلة. إحنا لما تحسب الصلاة أنت عندك 24 ساعة بتصلي قد إيه؟ من 5 لـ10 دقائق، وهم يعني مش ممكن في اليوم كله تصلي أكتر من إيه؟ من ساعة. يعني لو صليت الفروض كلها والنوافل والحاجات دي كلها ساعة، وعندك 23 ساعة تعمل اللي أنت عايزه. فالإنسان ما يكسلش، الساعة دي هي اللي هتنجيك يوم القيامة، وده أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث لما كان يأمر بلال بأنه يقيم الصلاة، فيقول: يا بلال أقم الصلاة، ها، وأرحنا بها، ريحنا بها. فالصلاة لما تتعود عليها تشعر فعلا أن أنت الصلاة دي راحة ليك من عناء الدنيا والمشاكل والتعب. تخيلوا احنا دايما كنا بنذكر هذا المثل، أن أنت بكون في شغلك وكلنا دلوقتي عندنا ستريس كل دلوقتي عنده ستريس وبريشر ومضغوط، يعني كلنا تعبانين. ليه؟ علشان ربنا علمنا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب بتستريح بذكر الله. الحياة فيها ضغوط علينا، لما أنا بروح أصلي، تخيل بقى أن أنا أول ما حتى في يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي الأذان يقول الله أكبر يقوم إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، يعني بيشتغل معهم في البيت في أي شيء، فأول ما يؤذن للصلاة يقوم إلى الصلاة، يسيب كل حاجة في إيده ويروح. ليه؟ لأن الله أكبر سبحانه وتعالى، الله أكبر. فأنت أي حاجة بتعملها الله أكبر من إيه؟ من أي شيء. الله أكبر مما في يدك، الله أكبر من زوجك، الله أكبر من مالك، الله أكبر من عملك. فلما تقوم للصلاة، الفترة اللي بتقوم فيها بالعمل عليك ضغوط، فتقوم تدخل تريح بطنك، تدخل بيت الخلاء، وبعدين تتوضأ، المية هتريحك، الماء البارد هيريحك، هتقوم هتصلي ركعتين سنة. كل الفترة من ساعة ما قمت ودخلت الحمام وتوضأت وصليت السنة، سبحان الله، تخيلوا ما يكون في أمواج على الشاطئ. مش ساعات بنحط صخور؟ ليه بنحط الصخور؟ ولما يكون عندنا مينة تلاقي حاطين صخور عشان المراكب، عشان تكسر الموج. أمواج الدنيا وضغوط الدنيا دي كلها، كل ما تتوضى صخرة تكسر موجة، وبعدين تخش تصلي السنة تكسر الموجة. فلما الدنيا تكون اتكسرت، تيجي فرض الظهر ولا العصر، يكون كل أمواج الدنيا وضغوط الدنيا زالت، فتصلي، تقف في صلاة الفرض وانت ايه؟ حاضر، خاشع، مركز مع الله سبحانه وتعالى. فكل ده هذه من الأمور اللي هتريحنا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بها يا بلال. شوف احنا بنحس الصلاة ثقل علينا، يعني شيء ثقيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني أمتع حاجة وأجمل شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه أن تكون إيه؟ اللي هي الصلاة، تمام؟ فهو الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت شيء مريح، شيء ممتع، شيء محبوب، شيء بيحبه، تمام؟ فالإنسان لما يتعود على الصلاة تكون هذه العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الله سبحانه وتعالى خص الصلاة من دون العبادات رفعا لشأنها وتنويها بذكرها، لأن الصلاة شيء مهم جدا جدا كما إيه؟ كما ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، في أي مشكلة، أي حاجة، أي شيء خطير، على طول النبي عليه السلام ايه؟ يصلي. واحنا النبي عليه السلام علمنا ان لما يكون ليك شيء تطلبه عندك صلاة الحاجة، عندك شيء تستخير ومش عارف تعمل ايه عندك صلاة الايه؟ صلاة الاستخارة. عندنا صلاة الضحى، اللي يحافظ على صلاة الضحى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من اول النهار اكفك آخرة، تمام؟ فأنت في ذمة الله سبحانه وتعالى من أول ما تصلي الفجر حتى العشاء لحد ما ترخد وتذهب لتنام. عبد الله بن عباس نعي له أخوه، كان لي أخ اسمه قثم بن العباس رضي الله عنه، وكان من الصحابة. فلما مات نعي لعبد الله بن عباس
وكان في سفر فيعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله إن الذين لا يرجعون، ثم تنحى عن الطريق وصلى ثم انصرف إلى راحلته ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة. فكلمة الاستعانة إن إحنا فعلا الحياة تعب، الحياة مشقة، الحياة لقد خلقنا الإنسان في كبد، فكونك أنت تفكر دائما في الصلاة ربنا بيدينا هو تيبس يعني وسائل مساعدة للحياة، استعينوا بالصلاة، استعينوا بالصلاة على إيه؟ على الدنيا كلها. يقول الإمام الطبري أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية. عايز دين استعن بالصلاة، عايز دنيا استعن بالصلاة، تمام؟ في أحاديث كثيرة جدا يروى عن العلي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه ورحمه الله، إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب، قال فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين يا ابن آدم، فيقولون إلى الجنة. طبعا هنقول لكم دلوقتي اللقب بين الصبر والصلاة، فيقولون إلى الجنة، فيقول قبل الحساب يعني رايحين الجنة قبل الحساب، قالوا نعم، قال ومن أنتم، قالوا نحن الصابرون، قالوا وما كان صبركم، قالوا صبرنا على طاعة الله. شوف المعنى الجميل، احنا كان عشان كده في علاقة بين الصبر والصلاة، لأن الصبر أنواع، من أنواع الصبر المهمة الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة، ولذلك ربنا قرن الصبر والصلاة في أكثر من إيه في موضع في القرآن. فإيه وصبرنا عن معصية، فصبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله، ده النوع الثاني من الصبر، حتى توفانا الله قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر الإيه العاملين، ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصلاة من أهم الطاعات التي يظهر فيها الصبر على الطاعة. تخيل إحنا بنصلي 5 مرات في اليوم غير النوافل، هذا أمر ثقيل جدا، وكلنا لما جينا كندا وتكون في عملنا كل شوية اللي أنا بنصلي نصلي نصلي كل شوية، الناس مش متعودة، هو متعود يروح الكنيسة لو راح يوم الحد، فشايفك أنت بتصلي 5 مرات في اليوم فأمر ثقيل جدا بالنسبة له، صعب، تمام. فهنا الصبر على الصلاة شيء مهم، الصبر على الطاعة، فالصلاة الصلاة فيها معنى الصبر، والصبر بتتعلمه من الصلاة برضو، كل ما بتصبر تعلم الصلاة. انت لما واقف ورا الشيخ تقدر تخرج قبل ما يسلم؟ تقدر تخرج؟ لا، فده بيعلمك ايه؟ صبر، تمام. في احد الناس مش هذكر اسمه يعني، بس هو مشهور جدا في مصر، كان شاعر زجال يعني، فكان عامل لقاء على يوتيوب وبيسألوه ايه انت يعني ليه ما بتصومش؟ قال له انا كبرت في السن. طب قال له انت ما بتصليش برضو يعني، هي مش صيام بس. قال له انا فاهم قال كده بس انا فاهم الدين ازاي، ما هو انا برضو حلو ان الاسلام ده حاجة عظيمة والنبي ده حاجة عظيمة، فالراجل مقر ان الدين ده حاجة عظيمة والنبي حاجة عظيمة، لكن مش هقعد طول اليوم او طول النهار اعمل كده وكده، لا حول ولا قوة الا بالله، تمام. يعني هو مؤمن ان الدين عظيم ومؤمن ان النبي عظيم، لكن يعني مش ما عندوش صبر انه يعمل كده ويعمل كده، حتى ما يعملش كده وكده. احنا بنعمل ما امرنا الله به سبحانه وتعالى، احنا عبد، نحن عباد الله سبحانه وتعالى، نمتثل لامره، ما امرنا الله به نفعله وما نهانا عنه ننتهي عنه، ولو عصينا بيكون عن ضعف من انفسنا، نسال الله سبحانه وتعالى الثبات على الصراط المستقيم، تمام. لكن الواحد ما عنده صبر على ايه؟ على طاعه الله سبحانه وتعالى. أنت عبد لك سيد، أمرك أن تصلي، أنت لا تملك من أمرك شيئا، ولا تملك حتى جسدك، لا تملك روحك، كل ما لديك في الدنيا من فضله ومن خزائنه سبحانه وتعالى، ولم يطلب منك مقابل له، يعني ربنا سبحانه لم يطلب شيئا لذاته أو لنفسه سبحانه وتعالى، بل أمرك لما فيه إيه؟ منفعتك. الصلاة دي منفعة لك أنت، سواء منفعة مادية أو منفعة معنوية أو منفعة روحية، تمام؟ وما فيه الخير إيه إلا لك، فأنت ما يجب عليك في هذا الأمر إلا أن تقول إيه
سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا في فضل الصلاة، منها أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنيه شيء؟ يعني سبحان الله. طبعا إحنا هنا عشان عندنا الماء زمان، واللي أدرك الناس الفلاحين أو أدرك الناس اللي هم عايشين في الصحراء أن يكون في ماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم أهل مكة، أهل مكة عايشين إيه؟ في صحراء والماء نادر، فهو بيديهم مثل بيقول لهم تخيلوا أن أنتوا لو عايشين في مكان فيه نهر وهذا النهر تغتسل منه 5 مرات هل يبقى عليك أي وساخة أو أي قذارة؟ فهم قالوا لا. قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. مثل رائع وعظيم. فكل الأعمال اللي انت بتقوم بها طول اليوم أكيد هنعمل غلطة كده، دم كده، معصية كده، كل ما تذهب إلى الصلاة عشان كده رسول الله في حديث يقول الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه العملية، عملية التنظيف المستمرة الدائمة كل كل يوم في 5 مرات الإنسان بيطهر قلبه وبيطهر نفسه وهكذا. لذلك لا تحرم نفسك من زيارة المسجد. أنا عارف أن احنا بسبب كورونا والحاجات دي، بس إن شاء الله سيرتفع هذا الوباء ويزول قريبا إن شاء الله. فالناس ترتبط بالمسجد ليه؟ لأن في ناس الله سبحانه وتعالى اصطفاهم يزوروا المسجد 5 مرات في اليوم، وفي ناس يأتوا المسجد مرة في اليوم، وفي ناس يأتوا المسجد مرة فين؟ في الجمعة أو في الأسبوع، وفي ناس يأتوا المسجد مرة في العيد أو في رمضان مرة في السنة، وفي ناس لا يأتوا المسجد إلا إيه؟ ليصلى عليهم. الناس لما تموت لا يدخل المسجد في حياتهم أو في حياتهم إلا لما يموت، فالناس تصلي عليه ويكون هذه الزيارة الأولى والأخيرة. فلا تكن من هؤلاء. الإنسان بقدر الإمكان على الأقل، إحنا في كندا عشان متفاهمين ظروف الناس، تستطيع أنك تصلي الفجر في المسجد والعشاء في المسجد، الظهر والعصر والمغرب قد تكون في العمل وهذا أمر مفهوم، لكن لا تحرم نفسك من صلاة الفجر والعشاء دائما في المسجد في الظروف العادية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. شايف علاقة الصلاة بعمارة المسجد بالإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمرون مسجده أو بيوت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين وأن يجعلنا من المؤمنين وأن يجعلنا من المحسنين وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ويردنا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى لنعمرها كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.